المرة دي بقى يا أنا أنت هتاكل يعني هتاكل. اتفضل عشان خاطري يا أستاذ مختار. استغفر الله العظيم يا رب. عماد كويس انت جيت. ايه في؟ ما بياكلش خالص، وحابس نفسه 24 ساعة في اوضته، أنا خايف يحصل له حاجة. معلش أنا عايزك تبقي جنبه اليومين دول، اللي حصل له صعب أوي. مالك فيك إيه؟ شكلك مش عاجبني. لا كويس كويس. لا مش كويس. أنت في حاجة مضايقاك ومضايقاك أوي كمان. ما تشغليش بالك. لما يصحى قول لنا أنا سألت عليه. طب في حاجة عايز أقولك عليها. إيه؟ في إيه؟ في حكاية كده أنا عرفتها عايز أحكيها بس ما تقوليش عرفت إزاي. إيه مش فاهم؟ قولي. جلال. جلال مين؟ خطيب ميرفت؟ آه هو خطيب ميرفت ده، خد بالك منه. يعني إيه مش فاهم؟ خد بالك منه وخلاص يا عماد. مفيش حاجة اسمها خلاص، ما تقولي. من الآخر كده وأنا في السجن اتعرفت على بنت مش مظبوطة خالص. ليلى ما تتكلمي، في إيه؟ هي شافته مرة مع ميرفت. من الآخر كده الواد ده مش تمام، هي قالت لي عليه كده. يا عماد استاذ عماد ايه ايه في انت اللي خدت الملف؟ ملف ايه تقصد ايه يعني؟ انت فاهم قصدي كويس؟ اه انت ايه؟ انت اللي خدت الملف؟ انت مش لاقي حد تلبسه التهمه جايه تلبسها لي انا ولا ايه؟ مين اللي حرضك تعمل كده؟ انت طب قال عليك اتجننت. أنا مش هسيبك، مش هسيبك إلا ما تقول على كل حاجة، أنت! بقول لك إيه؟ أنا مش ناقص جنانك أهو عيدك! إيه؟ أنت جاي تلبسني تهمة في بيتي؟ ما تدور على حد تاني يا أخي تلبسه التهمة! ما تشوف مين اللي بيخش مكتبك وبيلعب في الملفات! ولا ممكن تكون أنت اللي سرقت الملف؟ ما أنت الأستاذ عماد اللي لا يمكن يغلط أبداً! بشرفي! بشرفي اللي دخلك السجن! تدخلني السجن؟ ليه إن شاء الله؟ قتلت لك قتيل ولا سرقت الملف من مكتبي؟ يلا اطلع بره يلا. من النهارده مالكش دعوه باختي، انت فاهم؟ من غير ما تقول انا عارف اختك دي عايزه واحد على مزاجها، عايزه واحد بالقلم والمسطره تشده بالسلسله كده زي البوبي. لا انتوا فاكرين نفسكوا ايه؟ وانت فاكر نفسك ايه؟ اديك اهو الأستاذ عماد حامي القانون، اتفضح! كلب كلب، بس عيش.